a servant. Often used as a derogatory term, but what does it mean when we are the servants of the Ahlulbayt, peace be upon them? Join me as I explore in search of the servants of Imam Al-Husayn alayhi salam through the towns and cities of Europe, searching for an answer to my question as to why we serve the Ahlulbayt. Day 15, and it is our final day of this Husayni road trip. And we are here in the city of Antwerp in Belgium, inshallah. We will be heading now to a Husayniya, which also runs a Sunday school. So we'll go and, you know, see how it is they work, see why they find it important to educate the youth with the love of the Ahlulbayt and with the other subjects, of course. So inshallah, you know, we'll pull up now and then we'll speak to some of the staff there and see what it is that pushes them to serve, inshallah. I've just arrived now to Husain al-Zahra in Antwerp, Belgium, and we have spoken to organizers, and from what we understand is that today is Sunday and they have a Sunday school, and in this Sunday school they are bringing up a whole new generation of youth with the love of the Ahlulbayt, teaching them how to revive the rituals of the Ahlulbayt and teaching them the hijab of Zainab. So inshallah today we will speak to the staff of the Sunday school and then go on to speak to the servants of the Husayniya and address the same topics and questions that we have addressed other centres and establishments. Inshallah, we will reach some sort of conclusion with this centre. So let's go inside and see what's going on. والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد الاسم مصطفى سعدي مهدي من العراق وصار لي سنتين عايش ببلجيكا طبعا أنا خريج تربية علوم كيمياء ومن خلال التردد على مؤسسة الزهراء والمجالس الحسينية لاحظت أكو اقتراح مشروع يحث على فتحون مدرسة عربية لأن هنا الجالية العربية يلاحظون نقص يعني الجاهل لا يعرف يتكلم اللغة ولا يعرف الحروف العربية اللي هي أساس اللغة لغة القرآن فالمشروع اقترحوه ونجح الحمد لله وصار لنا ما يقارب 5 أشهر من مستمرين بالعمل ولاحظنا أنه الإقبال والحمد لله لحد الآن عندنا يعني ما يقارب 170 طالب من جميع الجالية العربية السورية المغربية العراقية وده يزيد الإقبال ونلاحظ الحمد لله يعني الأمور تمشي بشكل جيد وأنا كدوري في الإدارة أقوم بعملية الحسابات والطبع وأن أشوف سير عملية النظام بالمدرسة وطبعا نشكر الأخوة هنا عندنا أبو جعفر والأخ وسام اللي يقومون بدور الحراسة والحمد لله عندنا نظام كامل نظام مراقبة والأمور
ماشي الحمد لله. أما لاحظت أول ما وصلت هنا لا يعني بتصوري كان أن ماكو مدرسة عربية وقلت هنا يعني الطلاب اللي مولودين هنا تعرف التجالية هنا قديمة الجالية العربية، لاحظت أنه الطلاب يعني راح يعانون من هذه المسألة، بس الحمد لله بفضل محمد وآل محمد والخدمة الحسينية لاحظت أن أكو مشوا بهذا المشروع والحمد لله، بس باوعت فرق يعني الدراسة بالعراق عن ما هنا. هنا الحمد لله أن الطلاب بدأوا يستوعبون ثقافة آل البيت واللي هي ثقافة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالفرق يكون طريقة تدريسنا هنا، ندرس اللغة العربية واللغة الإسلامية والقرآن الكريم، أما بالعراق يكون التدريس بشكل عام، بس إحنا هنا اقتصرنا أن تكون اللغة ذني المواد الأساسية حتى يكون الطالب عنده إلمام باللغة العربية ويستطيع النطق حتى يسهل أموره ويمشي يتماشى ويا الحياة. طبيعة عملي يعني أكون قلت طبعاً الشغلة الإدارية، أقوم مسألة الحسابات يعني كل إحنا عندنا نظام اشتراك شهري المبلغ 5 يورو كل شهر، ولي أمر الطالب يدفع مبلغ ما يقارب 5 يورو اللي هي إحنا طبعاً تشمل الاستنساخات والكتب وما التدريس المدرسين والمعلمين، كل هذا اشتراك مبلغ 5 يورو. احنا انا هنا مسؤول هنا ادخال بيانات مثلا اللي اشترك دفع عنده الاشتراك الشهري او لا. والشيء الثاني اللي اقوم به الطباعه، تعرف هنا يعني لازم واجبات بيتيه والدروس والمهام اللي يقوم بها الطالب لازم نطبعها وندزها مع الكتب، يعني الولي امره حتى يشوف طريقه تدريسنا ويشوف ابنه مدى تعلمه وفهمه للماده. والدور الثالث دوري بالمدرسة هو يكون مسؤول على أتابع أمور الطلبة، أتابع الممرات، نظام السلامة، الوضعية، النظام الداخلي حتى أشوف شنو مدى الصح من الخطأ. أحب أشكر قناة الإمام الحسين عليه السلام وأشكر جهودهم المتواصلة وأشكرهم لأن قطعوا مسافة ما يقارب 3000 كيلو حتى يؤدون الخدمة الحسينية، وكل هذا يصب في خدمة آل محمد، وإن شاء الله يوفقهم لهذا الخدمة يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شهد رياض، طالبة عراقية أقيم في بلجيكا، صار لي في بلجيكا 10 سنوات، وفي البداية يعني حسينا بمعاناة كجالية عراقية، بس مع مرور الوقت يعني حاولنا أنه نبني أساس هنا، وأكيد توكلنا على أهل البيت ودائما نأخذهم قدوة لنا بكل شيء. فبعض الأحيان يعني نعمل عمل خير أو خدمة لأهل البيت ونبني أساس لأطفالنا اللي منهم هنا ملدوا أو جوي صغار هنا، نعمل عمل خير. وبعض الأعمال الخيرية تحتاج منا وقت، تحتاج منا فلوس، بس إحنا يعني منهتم لهذا من الأشياء. المهم عندنا إنه نوصل فكرة للأطفال وللجالية اللي هنا إجتي، وخصوصاً بهذا الوقت أو بهذا الزمن إنه شيء صعب إنه توصل فكرة للأطفال بصورة صحيحة. فإحنا دائما نقتدي بأهل البيت وعلى حب الحسن والحسين وعلى حب فاطمة الزهراء. وأيضا أحب أشكر يعني هنا أكو جالية عراقية عملت حسينيات في أنتويربن أو في باقي المحافظات كبروكسل أيضا. فأني كواجبي كمعلمة للأطفال الروضة، بما أنه هم بعدهم أطفال، فدائما واجبي انه ارسخ افكار حبهم واحببهم بحب آل البيت، على مود انه تكون عندهم فكره من يكبرون انه يقتدون بهم، بما انه هم عايشين هنا ومتربين على ثقافه البلجيكيه.
فدائما نحاول للأطفال وخصوصا بعمر صغير إنه نرسخ لهم الأفكار الصحيحة بديننا ويصير عندهم فكرة من يكبرون إنه يقتدون بهذه الأفكار ويعملون عمل الصحيح بحياتهم وينجحون. بما أنه هم صغار فنحاول دائما نرسخ بعقلهم وبقلبهم إنه حب آل البيت مثل ما أنا هسه إنه عندي حب لآل البيت إنه أتطوع الأشياء أو أربي يعني مو كالتربية كخطوة إنه أخطيها بحياتي إنه أعلم جيل يقتدون بأهل البيت من يكبرون أو يدخلون جامعة أو بحياتهم كعامة. فأتمنى من عندهم هماتين إنه من يكبرون هم يعلمون الجيل اللي وراهم في خصوصا في عاشوراء مع يعني عندي صديقات إنه نسوي كفعاليات أو كلبس الأسود وخصوصا في يوم عاشر العاشر والأربعين. أي فبالدوام صار عندي موقف يعني بما أنه أنا كل سنة بيوم العاشر أو بيوم الأربعين أنه نلبس أسود ونسوي فعاليات أنا وصديقاتي أو نطبخ نسوي مجلس عزاء بالبيت ونطبخ فدائما أودي لهم الأكل يعني أو فيسألوني ليش يعني هذا الأكل أو شنو هاي المناسبة يعني عيد ميلاد أو أي شيء فأني إنه أحب أشرح لهم. فصار وياي موقف وحدة يعني قامت تبكي إنه أحكي لها هذا الموقف قامت تبكي قالت أكو هيك شيء يعني فحسيتها إنه هي بدها تتجاوب وياي فأني شرحت لها على آل البيت على الإسلام كعامة فحسيتها يعني تجاوبت وياي ولحد هاي اللحظة إنه دائما تسألني يعني شنو يعني الفعاليات بعدين ايش راح تسوون وليش هيك تسوون فأني دائما أوصل الصورة الصحيحة لها. وحتى مرة سألتني إنه شنو القرآن فأني يعني قرأت لها شوي من القرآن حسيت يعني خشعت يعني خشوع صار عدا وهاي فأتمنى إنه يعني هم تدخل للإسلام وهي شوية حسيتها يعني متجاوبة وياي. بما إنه إحنا عايشين بدولة أوروبية وكجالية إسلامية هواي عانينا من ناحية صورتهم كصورة للإسلام يأخذون غير نظرة إنه إحنا إرهابيين أو وأكثر شيء بالحادثة الأخيرة اللي صارت ببروكسل فكلش عانينا من عندهم إنه أخذوا نظرة إنه أوكي مسلمة محجبة أو مسلم أو هاي إنه أنت إرهابي يعني حتى حسينا إنه أكو حاجز سووا حاجز بيناتنا إحنا كجالية إسلامية وكجالية يعني كأوروبيين كبلجيكيين أو غير جالية أيضا. فإحنا حاولنا بعدة دروس ناقشنا مواضيع إنه إحنا اختارينا إنه نناقش الموضوع على مود نوصلهم الفكرة إنه إحنا لا إحنا بالعكس إحنا ما راضين على هذا الشيء إحنا ما قابلين عليهم إحنا دا نتأذى بسببهم إنه لأن إحنا هوايدا نخسر أقاربنا أصدقائنا أو كجالية عربية أو عراقية أو من غير دولة أو سورية. In this final chapter of the Husseini journey, we have concluded it here in Husseiniyat al-Zahra in Antwerp, Belgium. This great center that concentrates not only on the rituals of the Ahlulbayt, but concentrates on bringing up the youth in the path of the Ahlulbayt and remembrance of the Ahlulbayt. They believe that it is important, as we all do, we believe that it's important to instill the love of the Ahlulbayt within the youth. So when they grow, that foundation is built within them and they can speak to the world, they can tell the world who Aba Abdullah was and what he stood for. This youth will in a few years lead the community and inshallah raise the banner of Aba Abdullah in every corner of the world, in every department, in every ministry, hand in hand with not only the community here, the government, but with everyone. They will hold up the flag of Aba Abdullah and tell the world that we stand against injustice, we stand against tyranny, and we stand for justice and peace you can cut that last bit out, innit? Just end it, yeah. Okay. So on that note, thank you, dear viewers. Inshallah, we'll see you soon.
when we continue our journey to the rest of the world to see the banners of Ahlulbayt in every corner of it.